حياكم الله من جديد. ليلة في حب السعودية، أتمنى مشاركتكم معنا عبر هاشتاغ لالي الكويت بكلمة، بموقف، بذكريات تجمعكم مع الأهل والأشقاء والعزوة والأهل في المملكة العربية السعودية. دائما نقول 94 عام في خدمة الإسلام والمسلمين، 94 عام مع الإنسان أينما حل وأينما كان، 94 عام من الرخاء والبناء في البشر والمعمار، 94 عام ونعم الجيرة ونعم الخوة ونعم السند والعزوة. كل عام وأهلنا في المملكة العربية السعودية بخير. ويكون معانا الآن أغلى من يجينا والله سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود. هذه الساعة المباركة طويل العمر، كل عام وحضرتك وأهلنا في المملكة العربية السعودية بخير. الله يبارك فيك ويسلمك وساعتك كبرك، وكل عام والجميع بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، نورتنا في استديو ليالي الكويت. الله يسلمك، الكويت منورة بأهلها، الله يحفظها إن شاء الله. تسلم ويحفظك يا رب العالمين. ليلة في حب السعودية اليوم في ليالي الكويت سمو الأمير، وهذه المشاعر الصادقة، وقلنا في المقدمة حب السعودية ما نحتاج يوم وطني علشان نجسده أو نعبر من خلاله، لكن نستثمر مثل هذا اليوم حتى نعبر عن مشاعرنا المتبادلة فيما بعض. لكن شنو يمثل مثل هذا اليوم لسمو الأمير؟ والله ما في شك أنه يوم عظيم بالنسبة لنا كسعوديين بشكل عام، يوم للتاريخ، أحدث فيه المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه نقلة نوعية في المنطقة وفي البلد. بلد مترامية الأطراف اجتهد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في توحيدها وتأسيسها، والمملكة اللي نراها الآن هي كلها جهد منه هو بعد توفيق رب العزة والجلال. لذلك الوصف يصعب أن نوصف شعورنا وفرحتنا باحتفالنا بهذا اليوم الوطني المجيد. أكيد فرحتكم هي فرحتنا سمو الأمير، ولا شك أن العلاقة الكويتية السعودية علاقة متينة وعميقة واستثنائية ومتميزة. كلمنا عن هذه العلاقة ما بين البلدين. والله لو بقعد أتكلم عن تميز واستثنائية وخصوصية العلاقات السعودية والكويتية فسأستمر إلى أبد الآبدين. علاقة أعتقد التاريخ يختصرها ويختزلها بالمدة الزمنية التي قضيناها الآن في 94 عام بإعلان توحيد المملكة العربية السعودية وما قبلها، هذه بحد ذاتها تعطي خصوصية للأحداث التي تمت قبلها في هذا. والمملكة التي نراها اليوم انطلق مؤسسها من دولة الكويت. صحيح. أعتقد هذه الجزئية تعني الكثير للجميع، فأتمنى إن شاء الله من يعي ويعقل معنى خصوصية وتميز واستثنائية العلاقات السعودية الكويتية فيركز على هذه الأحداث التاريخية التي مر عليها أكثر من 130 عام. صحيح. يعني أشكرك شكر جزيل على إثارة مثل هذه الجزئية سعادة السفير، لأن هذا يؤكد متانة وعلاقة الشعبين، السعودي كويتي والكويتي سعودي، ما هي الشعارات فقط نقولها، هي على أرض الواقع تبارك الرحمن. لكن سمو الأمير من خلال الفترات الأخيرة مدى التعاون اللي تشوفه على كافة الأصعدة، إن كانها سياسية، اقتصادية، سياحية، رياضية، فنية، أدبية، ثقافية، شلون تشوف مدى التعاون ما بين المملكة وما بين الكويت؟ والله بالنسبة للقطاعات اللي حصل التعاون فيها سم ما شئت. صحيح. فجميع القطاعات في جميع على جميع المستويات هناك تعاون وتواصل مستمر بين المسؤولين في البلدين، وهناك اتفاق وتوافق على معظم الأمور، فكأنها دولة واحدة، وهي فعلا في القلب مكانهم مكان واحد. فأعتقد لا تسأل عن مدى الخصوصية أو عفوا مدى التعاون في هذه المجالات، في التعاون بين الدولتين المجالات أو التعاون مفتوح وعلى أعلى مستويات وفي يسر وسهولة. اللهم لك الحمد. سمو الأمير، أنت مقيم في دولة الكويت، شلون لقيت في كل هذه الفترة اللي أنت موجود فيها في الكويت الحياة الاجتماعية، وخصوصا أنك تروح الدواوين والمناسبات هذه تحضرها، شلون لقيت الحياة في الكويت؟ والله الحياة في الكويت الاجتماعية حياة رائعة جدا، وبما أننا سنتحدث عن الحياة الاجتماعية يجب أن أذكر
في لقائنا هذا. أولا المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمة الله عليه، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمة الله عليه، وأكمل مع صاحب السمو الشيخ مشعل الله يوفقه ويحفظه ويطول بعمره. فكان أول لقاء مع الشيخ صباح الأحمد الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنه، لقاء كسر الحواجز البروتوكولية من أول دقيقة. فكان كلمة ما أنساها وأنا أسلمها أوراق اعتمادي، قال لي أنت الآن طلعت من بيت عز الله البيت، بعدين قال لا طلعت من غرفة إلى غرفة في نفس البيت. شوف فهذه أعتقد تختصر أو توضح مدى العلاقة أو مدى ما وجدته من رحابة صدر واحترام وتقدير من أعلى سلطة أو أعلى سلم الهرم في دولته. فرحمة الله على المتوفى وحفظ الله الموجود وأمد في عمره ووفقه بتوفيقه إن شاء الله. معاك وأجمعين. فنرجع للجميع، من وصلت الكويت من أول الأيام تقريبا، أنا وصلت قبل رمضان بعشر أيام، فكانت ذاك الوقت بداية الدواوين والاجتماعات، وكانت فرصة لي أني أبدأها من البداية. ولكن مع مرور الوقت وجدت في كل بيت وعند كل شخص كويتي أو حتى مقيم في دولة الكويت، وجدت أنهم فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم. فوجدت ولمست وشعرت بمكانة المملكة العربية السعودية في قلوب الجميع ومدى محبتها، وهو سهل علي معرفة الجميع والتعامل معهم، بالإضافة إلى كرم أخلاقهم ونبلهم في هذه الجزئية، فسهلوا علي الأمور كلها. فحياة اجتماعية جميلة، الدواوين جميلة، حتى وانت تمشي في الشارع الوضع الاجتماعي رائع جدا. والله ما عليكم زور يا سمو الأمير، وحتى لا يفسر وكأنه من بال مجاملة، لكن اللي عايش على أرض الواقع اللي تفضل فيه سمو الأمير هي ذات الصفات وذات الأمر. لا إذا راح الكويتي عند هلا وناسه في المملكة بيلاقي ذات المقبل وذات الترحيب وذات الحبابة والطيب، عسى ربي يتمم ولا يغير، قولوا أمين يا رب العالمين، إلا للأفضل والأحسن. تبارك الرحمن، الرؤية رؤية الملهم إلى تطور المملكة في رؤية 2030 من تم إعلانها سمو الأمير حتى وقتنا الحاضر قاعدين نلتمسها على أرض الواقع شيء فشيء. إن جيت للجانب التعليمي ما بين 35 جامعة عالمية معتمدة إلى جانب الجامعات الخاصة، إذا جينا للقطاع الصحي والطبي أفضل المستشفيات والكوادر الطبية، الجانب الرياضي حدث ولا حرج، بالإضافة إلى التراث والإرث والتربية، الفن، الثقافة، الأدب. قمنا نشوف على أرض الواقع هذه النقلة النوعية تبارك الرحمن إلى جانب القطاع السياحي. رؤية 2030 أكيد سموكم قاعدين تلتمسونها على أرض الواقع. والله رؤية 2030 هذه حدث استثنائي صحيح لدولة استثنائية في الوقت الحاضر. توجيهات سيدي خالد بن حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كانت على مدى العصور وجهة نظرته دائما نظر للمستقبل، ولكن مع وجود سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الله يحفظه ويطول عمره ألهم الجميع كبارا وصغارا رجالا ونساء للمضي قدما بنهوض بما هو يصل بمكانة المملكة لموقعها الطبيعي. صحيح. فلذلك الجميع لمس ووجد الجدية والإصرار والعزم والتخطيط من سمو سيدي ولي العهد، فالجميع نهض وشارك في هذا الموضوع، وهو الله يحفظه ويطول عمره وجهة نظره ورغبته بأن الجميع يشارك، جميع مواطني المملكة يشاركون وكذلك المقيمين في المملكة. فنهض نهضة، فالشق السياحي أو كنوز السياحية التي اكتشفت تالي أو كشفت للجميع، الشق التعليمي الصحي، ففي كل المجالات الرياضي والكل شاهد عليها. فكان هو نظرته الله يحفظه ويطول عمره يعمل بكل جهد واجتهاد، ولا يعطيه الصحة والعافية ولا يبخل من وقته بأي شيء على موضوع تحقيق مكانة المملكة. لذلك أوجد الرؤية، خطط لها وأوجد لها وأشرك الجميع لها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب فانطلقت. والآن لا نتحدث عن 2030، إن شاء الله مقبلي أن نتحدث إن شاء الله على 2040 كما أعلن سموه، وكما يعلن أن كل الخطط
أو كل الأهداف التي كانت مرجوة الوصول لها في 2030 وصلنا لها الآن. فنتكلم عن 2024 2025. فأعلن هو الله يحفظه ويطول عمره في أحد المقابلات أن ماذا بعد 2030؟ قال 2040. صحيح. وإحنا معه إن شاء الله إلى إن شاء الله متى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب إن شاء الله. أكيد نبيك تكلمنا سعادة السفير عن التبادل الثقافي والتجاري ما بين البلدين. التبادل الثقافي طبعا الكويت عاصمة الثقافة في الخليج، يعني لا أحد ينافس الكويت حتى هذه اللحظة، ولكن الآن عندنا صار انفتاح كبير وصار في توافق بين المسؤولين هنا وهناك وتعاون على مستوى الثقافة على مستوى الوزارات حتى الهيئات، فتعاون كبير بالنسبة للثقافة. أما الشق التجاري فالحمد لله في الفترة الأخيرة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي كان له دور في تنشيط هذا اللاعب، وما شاء الله الإخوان الكويتيين اتجهوا إلى بلدهم المملكة العربية السعودية فوجدوها قبلة للاستثمار والتجارة، فالآن كلهم مرحب بهم وفي أي وقت وفي ازدياد والحمد لله على هذا على الحاصل. سمو الأمير في الشق اللي يعني سموك في الجانب الدبلوماسي إلى أي مدى تجد هذا المصير المشترك، التعاون المشترك، الاتفاقيات المشتركة لدى التحديات الدولية على المستوى الإقليمي القاري العالمي، هذا التفاهم اللي قاعد نشوفه ما بين الأشقاء والمملكة العربية السعودية، لن أبالغ إن كان التعبير المملكة العربية السعودية العظمى والعظمة لله، لكن من خلال هيبتها ومواقفها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي في الشق الدبلوماسي كيف ترى هذا التبادل ما بين الكويت والمملكة؟ أولا المملكة العربية السعودية بقيادتها دائما وأبدا ولن تبخل وتدخر أي شيء للسعي للرقي والارتقاء بالعلاقات الخليجية. ومثل ما ارجع كلامي الاول اقول لك العلاقات الكويتيه السعوديه علاقات استثنائيه. صحيح. ولكن المصلحه الخليجيه والعربيه والاقليميه وكذلك الدوليه، دائما المملكه سباقه فيما هو يخدم العالم والبشريه كذلك لما فيه مصالح الجميع. دائما اتجاه سلم، لا تقبل التدخل في شؤون احد ولا تقبل ولا تسمح احد ان يتدخل في شؤونها. هذا بشكل عام بالنسبة للتبادل أو التوافق، ولكن لا أقول التبادل أقول التوافق السعودي الكويتي ملموس على أرض الواقع. ولكن أرجع أقول على موضوع التميز العلاقة، بما نتكلم على العلاقة الدبلوماسية، على وقت الشيخ عبد الله السالم الله يغفر له ويرحمه وبعد الاستقلال كانت الملك سعود الله يغفر له ويرحمه له نظرة أنه يبعث سفير للمملكة، فاستدعى معالي الشيخ جميل حجيلان الله يعطيه الصحة والعافية فأرسله وقال روح للشيخ عبد الله السالم وقدم أوراق اعتمادك كسفير للمملكة، وكان معالي السفير جميل حجيلان أول سفير على مستوى العالم أو الدولي يقدم أوراق اعتماده للشيخ عبد الله السالم كسفير معتمد في الكويت بعد الاستقلال. فهذا ما يميز الدبلوماسية السعودية الكويتية، فأول سفير يعين في الكويت كان السفير السعودي. صحيح. هذا هو اللي يخليها متميزة. فلذلك نرجع ونقول الهدف واحد والمستقبل واحد والمصير مشترك. المصير مشترك ما في شك، والتوافق تام على كل المجالات. جميل. الأحداث التاريخية سمو الأمير يعني ليس فقط من باب التوثيق لكن من باب التذكير أيضا لهذا الجيل. ولكم دين في رقبتنا، وهذا الجميل ما حيينا لن ننساه. الموقف أثناء الغزو الغاشم عسى ربه لا يعود في عام 90 وما صاحبه من أمر غير مستقرب إطلاقا من أهلنا في المملكة قيادة حكومة شعبا، فتح بيوتهم أراضيهم سماهم، لا بل يا سيد الكريم سمو الأمير أن حتى العملة الكويتية اللي في وقتها ما كانت لها قيمة في المملكة العربية السعودية كانت تداول بذات القيمة. فهذه الأمور وهذا التاريخ المتجذر في تلك الحقبة في تلك في ذاك الزمن، كيف تقرأ مثل هذا الأمر في هذا الجانب؟ أولا أنا أختلف معك على كلمة دين، ما بين الإخوان والأشقاء دين أو ديون. هذه وجرت العادة عند قيادات المملكة مع الجميع تنصر المظلوم مهما كان، فما بالك أخ وشقيق. صحيح. وما حصل
يعني كان القيادة السعودية مهتمة في هذاك الموضوع. فلذلك المملكة لما وقفت الوقفة مع الكويت فهذه عادت وديدا قيادتها وشعبها مع كل جميع. ولكن الكويت مثل ما قلت أرجع وأكرر كلمة علاقات استثنائية، فدائما تقف مع الحق ودائما تقف مع الأشقاء ودائما تقف مع الجميع في وجه أي ظالم أو أي معتدي. فمهما تكلمت عن موقف المملكة ذاك الوقت أو أعتقد كان الملك فهد رحمة الله عليه كلمة شهيرة، فكانت كلمته وكان يعي كلمته ويثق في كلمته لما قال ما في أي مواطن سعودي بيختلف معي على ما فعلت وما قلت. لما قلت على موضوع العملة أنها قيمتها فقط في المملكة، العملة تتغير من جميع الدول، لكن قيمة العملة من قيمة البلد وأهل البلد بالنسبة للسعودية. طولي عمرك السؤال. فلذلك لا تعنينا مهما كان ارتفاعها أو انخفاضها، فقيمة الكويت والشعب الكويتي أعلى من أي عملة دارجة في السوق. الله يطول عمرك. سمو الأمير، أنت أيضا كنت من ضمن المتطوعين في تلك الفترة، يعني إذا خذنا من جانب شخصي تذكر ذاك الوقت في ذيك الفترة أيامك كنت متطوع في هذا الجانب؟ جميع الشعب السعودي تطوع. صحيح. وجميع الشعب السعودي كان مستعد للدفاع عن الكويت وتحرير الكويت، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم تحرير الكويت. فالتطوع ما هو شيء جديد على أي مواطن سعودي أيا كان، فالجميع تطوع في ذاك الفترة من جميع، لا رجال ولا نساء، فتطوع بجهده ولا بدعواته للكويت. والحمد لله احنا نقول هذا موقفنا وهذا طبعنا وهذا ما جبلنا عليه وربينا عليه. أكيد سمو الأمير، طبعا الترفيه، هيئة الترفيه كان لها دور في زيادة الاستثمار السياحي، كلمنا عن هذا الموضوع. هيئة الترفيه يعني بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ الله يسلمه كان له وجهة نظر جدا رائعة، واستغلها واستثمرها في صناعة الترفيه في العالم. الآن أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة للترفيه، وكما أعلن سمو سيدي إحنا للترفيه برضو المردود الاقتصادي له، وحتى هو معالي المستشار تركي الشيخ ذكرها بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد بأن غير أن المردود الاقتصادي له دور مهم، هو الأهم. صحيح. في الموضوع، ولكن ذلك همة معالي المستشار تركي آل الشيخ في اقتناص الفرص مهما كانت صغيرة فبسهولة يقدر يحولها إلى كبيرة. والآن شفنا ما شاء الله عليه الله يعطيه الصحة والعافية في أمريكا، وقبل كم يوم في بريطانيا. والمملكة الآن ليست وجهة للترفيه ولكنها وجهة لكل شيء. المملكة الآن حديث العالم. أكيد صحيح. يعني لا تحرمني سمو الأمير من الجانب أيضا اللي أنا يعني أعشقه وأحبه ولدي شغف فيه، الجانب الرياضي. وتبارك الرحمن يعني من العمر والكويت والسعودية على مستوى المنتخبات يسمونه كلاسيكو أو ديربي الخليج، لكن الآن الرؤية الطموحة تبارك الرحمن هناك في المملكة تقديم الملف لاحتضان كأس العالم مونديال 2034. الآن نشوف اللي ينشطون على مستوى المحترفين، صفوة المحترفين في الأندية السعودية على سبيل المثال لا الحصر، كريستيانو رونالدو في النصر، نيمار في الهلال، كريم بنزيما في الاتحاد وغيرهم من الأسماء. هذا الجانب التسويقي واستقطاب نجوم عالميين على مستوى كرة القدم، وأصبحوا الآن أفضل استثمار وتسويق لرؤية المملكة رياضيا في وجودهم في أنديتها الرياضية، كيف ترى هذا الجانب باسمه؟ والله ما في شك الرؤية في جميع مجالات ونواحي الحياة كان لها الدور الأبرز والأهم في تنظيم وترتيب وإبراز لما يختم المواطن السعودي في المقام الأول والمصالح مصلحة المملكة العربية السعودية. فلذلك أوجدت لها مكانة على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياحي وعلى المستوى السياسي على جميع المستويات، وكلها أتت بهمة وإلهام سمو سيدي ولي العهد في إعداده وإشرافه على الرؤية بكل صغيرة وكبيرة في كل جميع المجالات. فلذلك كل ما ترونه كله مدروس ومخطط له وماشي حسب توجيهات سمو سيدي ولي العهد. أكيد سمو الأمير، كلمنا عن الاستثمار البشري أيضا، كان المملكة تستفيد من العناصر البشرية أيضا. ما فيش، الاستثمار البشري هو المواطن السعودي هو الأساس وهو الركيزة الأولى
للمملكة العربية السعودية التي يفخر ويعتز فيها حكومة المملكة. فدائما ما تعمل حكومة المملكة على رفاه ورقي ورفع مستوى العنصر البشري في المملكة العربية السعودية، واعتمادها على سواعدها في جميع المجالات. الطب مثلا، معظم الأطباء والكادر الطبي سعوديين رجال ونساء. التعليم كذلك، الآن معظم قطاعات الدولة بشكل عام كلها من الشباب السعوديين. صحيح. صحيح. لم تدخر أبدا واستثمرت فيهم في الابتعاث في الخارج، فابتعثت بما لا يزيد عن أكثر من 300 إلى 400 ألف طالب وطالبة، والآن توجه إلى أفضل الجامعات لدراسة جميع التخصصات والعودة بها والاستثمار فيها في المملكة. فلذلك الدولة لم ولن تقصر أو في أي شيء ينمي العنصر البشري السعودي. سمو الأمير، يعني على كثر سعادتنا بوجودك اليوم، على كثر شكرنا لسموك اللي أنا عارف أن جدولك اليوم كان مزدحم، ودائما اللي مثلك طال عمرك يعني يكون جدولهم مزدحم، لكن أنك تعطينا شيء من وقتك وظهورك معنا اليوم في ليالي الكويت فهو مكسب لنا تحديدا في مثل هذه المناسبة العزيزة على كل كويتي قبل تكون على كل سعودي. كل عام وانت بخير مجددا، كل عام والأشقاء والأحبة في المملكة العربية السعودية بخير، عساكم دوم يا رب العالمين برخاء ونماء وأمن وأمان. ألف شكر لكم وألف شكر للشعب الكويتي الشقيق على ما وجدناه ولمسناه من حفاوة ومن احترام ومن تقدير. أي شخص بيعيش في الكويت ويتعامل مع الكويتيين لابد يكون جدوله مزدحم من محبة. صحيح. وأحبة. الله يطول لي عمرك. كل الشكر لسمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت على وجوده معنا اليوم في ليلة حبنا للسعودية، ليلة الحب في السعودية، مستمرة معاكم يا دلال أكيد مع ضيوف متميزين. أكيد. بعد شوي بإذن الله، خلكم ويانا يعني.